وأول المدة من العقد. يعني إذا قال له شهر مجرد أن يوقع العقد، حتى لو ما في توقيع، يعني لو العقد شفوي، المهم المدة تبدأ من قوله بعتك، وقول الآخر اشتريت تبدأ. إذا قال شهر بدأ الشهر، وتبايعنا إحنا صلاة المغرب هنا، خلاص لك شهر من اليوم، من الليلة يبدأ هذا الشهر. إذا تبدأ المدة من حين العقد. وإذا مضت مدته أو قطعه بطل ولزم البيع. إذا مضت المدة، يعني قال لي حق أفكر شهر، قال وأنا لي حق أفكر شهر، قال طيب مضى الشهر خلاص لزم البيع. بعد الشهر ليس لأحدهما أن يتراجع لأنه مضت المدة. أو قال لي شهر أفكر، قال لذاك وأنا بعد لي شهر أفكر. بعد 20 يوما قال أحدهما لصاحبه أنا فكرت وخلاص جايز للبيت، خلاص انسى الشهر. قال الثاني وأنا كذلك انسى الشهر. هنا ماذا فعل؟ قطع الشرط يلزم البيع. ليس له بعد 5 أيام أن يقول لا غيرت رأيي. ليش غيرت رأيي؟ قال أنا لي شهر ما خلص الشهر. لا أنت قطعته. هنا قطع الشهر فيلزم البيع في هذه الحالة. إذا متى يلزم البيع؟ إذا لم يكن شرط، إذا مضى الشرط، إذا قطع الشرط. إذن هذه 3 أمور فيها يلزم البيع، يلزم البيع في مثل هذه الأمور، والله أعلم. نعم.